تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. مستمعينا أهلا ومرحبا بكم، ومرحبا في حصة جديدة من حصص برنامج ميادين كل يوم على أمواج ميديا، ومواكبة لهذا اللقاء الذي انطلق منذ قليل بين المنتخبين المغربي ونظيره الغابوني في إطار آخر لقاءات المجموعة الثالثة لهذه النسخة 33 لنهائيات كأس إفريقيا للأمم. ومعنا اليوم ضيف جديد يطل علينا من مدينة الدار البيضاء، يشارك لأول مرة معنا في برنامج ميادين اللاعب الدولي المغربي السابق بوشعيب المباركي لاعب فريق الرجاء البيضاء. سي بوشعيب المباركي أهلا مرحبا بك معنا في ميادين. مرحبا الأخ فؤاد وضيوفك الكرام، ومرحبا المستمع الكرام. ومعنا أيضا في حصة اليوم زميلي وديع وحتي. وديع مرحبا بك. مساء الخير فؤاد، تحية لك ولكل المستمعين الكرام، وتحية أيضا لضيفنا اليوم بوشعيب المبارك. إذن اللقاء انطلق بين المنتخبين المغربي ونظيره الغابوني منذ لحظات، خمس دقائق مرت على انطلاق المباراة والتعادل السلبي صفر مثل سيد الموقف. إذن بوشعيب المبارك، كما كان مرتقبا أن الناخب المغربي وحيد لوزيتش أجرى مجموعة من التعديلات ما لا يقل عن ست تغييرات في صفوف التشكيلة التي خاضت اللقاء الأخير للمنتخب المغربي أمام نظيره من جزر القمر، مع دخول كل من الحارس منير الكجوي، المدافع شكلة، أيضا على مستوى خط الوسط فجر، وكذلك الياس الشاعر وعز الدين أوناحي. بالنسبة لخط الهجوم دخول أيضا ليوسف النصيري كلاعب أساسي بعدما خاض المباراة الأخيرة كلاعب احتياطي. بالنسبة فريق قراءة أنت في هذا في البداية لهذه التشكيلة اللي يراهن عليها اليوم وحيدة لوزيتش أمام الغابون؟ ما هو بطبيعة الحال بعد تأهل الدور القادم كان يعني كان معروف بأن الناخب الوطني غادي يقوم بعدة تغييرات، حتى الخطة تبدلات. يعني اليوم كنشوفوا 4-4-2 يعتمد على الكعبي والنصير في خط الهجوم لأول مرة في التظاهرة كيلعبوا جنب إلى جنب، كذلك دخول المحمدي في مكان بونو، شاكلا في مكان سيف، أوناحي اللي بعد المباراة الأولى اليوم كيرجع رسمي، كذلك فجر اليوم كيدخل كرسمي. بالنسبة لي دائما كنشوفوا احنا وحيد كل مباراة وعنده خطة ديالها، يعني بعض المرات كيلعب 4-3-3 4-1-4-1 بالنسبة للمباراة الأخيرة اليوم 4-4-2. كنظن يعني غادي يحاول أنه باش يحسم الصراع في وسط الميدان، وكذلك غيكونوا عنده واحد المهاجمين اللي معروف عليهم التهديف، مع أن خانهم الحد في المباراة الأخيرة، ولكن كيبقاو أنهم دائما كيخلقوا فرص في خط الهجوم، يقدروا يستغلوا التمريرات ديال الأصدقاء ديالهم كما قلت لك. يعني غيحاول أنه باش يحسم الصراع في وسط الميدان، ومن بعد يكون عنده هجمات في الهجوم. طيب وديع، واش نقولوا ان ربما هي مجازفه من قبل يعني الناخب المغربي، لانه ربما اليوم يراهن نوعا ما على خطه دفاعيه اكثر منها هجوميه، لانه تحسين وسط الميدان وكذلك الاعتماد على لاعبين اللي كي ربما كيشيروا نفس المركز لو قلب هجوم اليوم النصيري وايوب الكعبي، على اين يبدو بان واحد لوزيتش نقدر نقولوا كيلعب على نقطه التعادل اكثر منها على انه يمشي يبحث على الفوز، ما دام ان التاهل في الجيب ويبقى فقط نقطه لتامين يعني المركز الأول. المنطق فؤاد يفرض أنك تبحث عن نقطة وحيدة من أجل ضمان الصدارة والبقاء في يووندي. صحيح أن فايدا لوزيتش أجرى مجموعة من التغييرات في حراسة المرمى لم تكن منتظرة، بكل صراحة أن لا يكون بونو أساسي، لأن في الغالب لا يتم تغيير حراس المرمى طيلة المنافسة، لكن كيفما كان الحال اختيارات فايدا لوزيتش في هذا الكان منذ المباراة الأولى وأيضا المباراة الثانية تبين جليا بأن وحيد لوزيتش سواء ضد غانا أو جزر القمر يراهن على أسماء بإمكانها أن تفعل ذلك النظام التكتيكي القادر على الإطاحة بالخصم. 10 دقائق الأولى بكل أمانة فؤاد، المنتخب المغربي لحدود الساعة يكسب كل الرهانات والصراعات الثنائية في وسط الميدان، افتكاك الكرات الثانية دائما عند ارتدادها أيضا للمنتخب المغربي، فأعتقد فؤاد بأن وحيد لوزيتش اختياراته التقنية موفقة إلى حدود الساعة. طيب بالنسبة لك بوشعيب المباركي، يعني القراءة الأولى لهذه العشر دقائق
كما ذكر وديع ربما تحسين وسط الميدان. منتخب الجابون اللي كما ذكرنا في حلقات سابقة أنه سيشتكي من غياب 7 لاعبين خصوصا الثنائي ليمينا واللاعب أوباميونغ لاعب فريق الأرسنال. أنت كيفاش قريتي هذه 10 دقائق الأولى ديال المنتخب المغربي؟ المفروض أن كنظن المنتخب المغربي فات 10 دقائق الأولى كما قلنا يحاول أنه يكون أكثر تماسك من الدفاع حتى الهجوم، يحاول أنه يجس النبض ديال المنتخب الغابوني. هو التأهل كاين، ولكن المرتبة الأولى كما قلنا مازال ما تحسمش، لأن المنتخب الغابوني عنده 4 نقاط، المنتخب المغربي عنده 6 نقاط. يعني اليوم يحاول أنه باش كما قلنا يحاول أنه باش يعتمد على الكعبي والنصيري، يقوم يعني يمكن يخلي الكرة عنده أكثر، يحاول يحرم المنتخب الغابوني من الكرة، ومن بعد أنه يطالق في الـ في الـ في الهجوم. المنتخب الغابوني كما شفنا في المباريات الأولى يمكن غياب بعض اللاعبين أثر عليه شيئا ما، خصوصا أوباميونغ وليمينا اللي معروفين أنهم القوة الضاربة في المنتخب الغابوني. كنظن منتخب المغرب ما غاديش يقدر أنه يغامر بشكل كبير، يعني ينتظر منتخب الغابون أنه يخرج، ومن بعد منه أنه يكونوا مساحات في الظهر ديال المدافعين اللي قدر يستغل الكعبي ونصيري، وحنا كنعرفوا خصوصا نصيري بالسرعة دياله، لأنه يقدر أنه يخلق مشاكل كبيرة للدفاع ديال الغابوني. نتمنى إن شاء الله أن المنتخب المغربي أنه كما قلنا يعني يتحكم في زمام الأمور خصوصا في الشوط الأول، يعني نشوف المنتخب الغابوني كيفاش لعب. المنتخب الغابوني اليوم لعب 3-3-5-5-2، هو ما غاديش يحاول أنه باش يغامر، وانتظر الفرصة أنه باش يباغت المنتخب المغربي تكون واحد شوية الحيطة والحذر، رغم قلنا غياب هاد اللاعبين اللي مميزين داخل المنتخب الغابوني، ولكن رغم ذلك خص المنتخب المغربي يحتاط من المنتخب الغابوني خصوصا في بداية المباراة. نعم، بداية المباراة اللي كنعيشوه على إيقاع الدقيقة 12 منها، لحد الآن لم يتم تسجيل أي فرصة لا لهذا المنتخب ولا للمنتخب الآخر. اللاعب ينحصر في وسط الميدان، كانت هناك ضربة خطأ منذ قليل منذ حوالي 4 دقائق للاعب فيصل فجر، لم يحسن استغلالها المنتخب المغربي. مرة أخرى وديع، يعني منتخب بتشكيلة مغايرة بلاعبين جدد، يعني المنتخب المغربي مرة أخرى اللاعبين خصهم يبحثوا على نفسهم ولا بعضهم البعض، لأن مثلا أوناحي لم يسبق له أن لعب مع إلياس الشاعر مثلا أو فيصل فاجر. نفس الشيء بالنسبة لخط الدفاع، يعني شكله يعود لخط الدفاع لكنه ما مولفش أنه يلعب مع اللاعب نايف أكريد. إذن هذه التغييرات واش يمكن لها تأثر على مردود المنتخب المغربي؟ ربما اليوم سيكون أكثر البحث عن النتيجة منه عن طريقة لعب جميلة أو انسجام بين العناصر. كما يقال دائما فؤاد، النتيجة صديقة المدربين، يعني بكل صراحة إن كانت النتيجة إيجابية فسيتم القول بأن المداورة كانت جيدة من طرف واحدة للوزيتش، فبالتالي أعتقد بأنه من الصعب من الآن الحكم على اختيارات، ولو أن بعض الاختيارات هو مكره، لأن غانم سايس لا يمكن أن يجازف باللاعب في ظل نزلة البرد وعدم جاهزيته لهذه المباراة كما أكدت العديد من التقارير الصحفية في الكاميرون، فبالتالي الاعتماد على شكل كان منتظر. أيضا على مستوى خط الوسط، عمران لوزا ذكرنا في المباراتين السابقتين لم يقدم أداء متميز، وكان فيصل فجر حين دخل كانت الفعالية الهجومية أكثر للمنتخب المغربي. بالنظر إلى الخط الأمامي بكل أمانة فؤاد، وحيد لوزيتش يبحث عن التسجيل لا يبحث عن الدفاع، لأن إذا تابعت الآن إلياس شعير مثلا بنفس هجومي، فيصل فجر أيضا بنفس هجومي، رأسي حرب تقريبا
تقريبا، ولو أن النصيري يلعب متأخر وترك الكعبي كرأس حربة، فبالتالي أعتقد بأن المنتخب المغربي يعني الخطة مغايرة وديع، لأن خطة كما ذكر هي خطة 4-4-2، يعني لاعبين لما نتحدث مهاجمين، مهاجمين هم كأبو خلال كبوفال، هذول لاعبين مهاجمين، لكن ربما الاعتماد على تحصين خط الوسط لأنهم هذول اللاعبين كلهم عندهم نزعة دفاعية اللي هما أوناحي وفيصل فجر وأيضا لاعب المرابط، يبقى إلياس شاعر لاعب اللي يمكن يربط ما بينات خط الوسط ولإمداد المهاجمين يوسف النصيري وأيوب الكعبي بالكرات، وهنا إحدى المحاولات الأولى للمنتخب الغابوني، قد فات اللاعب كونغا لكنها مرت بعيدا عن مرمى الحارس منير الكجوي، حارس الذي وقع عليه الاختيار في هذه المباراة. اللاعبين اللي ذكرنا أنت بشعيب المباركي، وطبعا الحال كنعرفوا بأن لاعب له تجربة، لاعب سبق لك أن شاركتي في نهائيات كأس إفريقيا الأمم، كنا نتذكروا المشاركة ديالك في عام 2008 في غانا مع منتخب المرحوم أونغي ميشيل. بالنسبة لك للمباريات بحال هذه، أنت كمدرب أيضا لأنك ولجت عالم تدريب، كيف يجب التعامل معها؟ يعني هي مباراة، نقول مباراة فخ، لأنه الآن مدعو لتحقيق يعني نتيجة إيجابية، الفوز أو التعادل، لكن حذاري من سقوط في فخ الهزيمة، لأن كما شفنا اليوم منتخب غينيا كيفاش كان الجميع كيرشحوا أنه يحصل صدارة الترتيب في المجموعة ديالو، إلى أنه بشكل مفاجئ انهزم أمام زيمبابوي بهدفين لواحد، وبالتالي اكتفى باحتلال المركز الثاني في مجموعته وراء السنغال وأمام مالاوي. طبعا الحال احنا قلنا رغم التأهل، ولكن المرتبة الأولى ما زال ما حسبناش 100%. كما قلتي يعني إلا دخلنا لهذه المباراة على الترشيحات، فالمنتخب الوطني المغربي هو المرشح باش يفوز بهذه المباراة، ولكن حنا كنعرفوا المباريات بحال هذو دائما كيكونوا صعاب، دائما كيقدر يتخلق لك مشكل، كما شفنا اليوم مباراة زيمبابوي وغين، يعني منتخب زيمبابوي ما عنده ما كان عنده ما يخسر، منتخب الغيني خسر المرتبة الأولى لصالح السنغال. كما قلنا احنا هو واحد لعب 4-4-2، لأنه كان عارف بأن منتخب غابون غادي يلعب 3-5-2، يعني يكون عنده يكون عليه دو لاعبين كثار في وسط الميدان، ما كانش ممكن لأنه يغامر يلعب 4-3-3، لأن غتكون السيطرة بالنسبة للمنتخب الغابوني. احنا كنعرفوا احنا بوفال و تسيدوا اللي يلعبوا في المباراة القادمة، ولكن ما بغاش يغامر هو اليوم بأنه يخلي وسط الميدان المنتخب غابوني يلعب 4-4-4 في وسط الميدان، مع رجوع شوية لنصير الوسط ويخلي الكعبي قدام ملي كتكون المباراة، ملي تكون الكرة عند الخصم، باش ما يمنحش المنتخب الغابوني مساحات وما يسمحش المنتخب الغابوني أنه يتحكم في وسط الميدان. كما شفنا في الدقائق الأولى، يمكن مازال ما شفناش شيء كثير بالنسبة للمنتخب المغربي، ولا حتى المباراة بقى ما كما كنقولوا ما عطاش داك الشيء اللي منتظر منها، ولكن بالنسبة كنظن أن شفنا بعض المحاولات ديال المنتخب المغربي، كما قلنا أنه غادي يحاول يجذب المنتخب الغابوني بعد منه يلعب كور طويلة، نعم، ديال المدافعين. بالنسبة للكعبي والنصيري يمكن الكرات كان بإمكان ديالهم أنهم لو كانوا بتركيز أكثر كانوا يخلقوا مشكل بالنسبة للمنتخب الغابوني، ولكن كما قلت لك لازم نحتاطوا، لأن المنتخب الغابوني رغم غياب بعض العناصر ولكن يقدر يفاجئ المنتخب المغربي. الآن المنتخب المغربي كيسير المباراة كيف ما بغى، ما غاديش يقدر أنه يغامر، لأن الآن نحتل الصف الأول. فكنظن يعني إلا مشات المباراة في هذا النسق هذا
يمكن نظن ان المنتخب المغربي غيقدر ان شاء الله نعم يفاجئ منتخب الكابون. نعم صديقنا بشعيب المباركي لاعب الدوري السابق لفريق رجاء بدوري المنتخب المغربي، وديك لابد دقيقه تقريبا 19 من المباراه ولا محاوله لا لهذا المنتخب ولا ذاك، لان المقابله بقى بحال ما انطلقتش، بقى ديك الفتره ديال المراقبه بين الجانبين، حتى شي منتخب ما باغي ياخذ المبادره في التشكيله. نلاحظ مره اخرى غياب الاعتماد على الاروقه، يعني حكيمي الان ورم بعد مرور 18 دقيقه، حكيمي اللي تعودنا انه يطلع ويساند خط الهجوم ما قام ولا بصعود يا واحد يعني منذ بدايه المباراه، ثم في الجهه اليسرى غياب بوفال كيجعل ديك المنطقه منطقه ميته، لان ادم ماسينا ما كيساندش خط الهجوم لا في المباراه الاولى ولا في المباراه الثانيه. هذا كما ذكرنا ربما واحده للوجيتش، كل كيقوم بالحسابات ديالو، المنتخب المغربي حسابات تعادل يؤهله واحتلال الصداره، وايضا تعادل يخدم مصالح المنتخب الغابوني، لان التعادل يمنحه ايضا احتلال المركز الثاني والتاهل يعني بشكل رسمية مباشر دون انتظار مباراة نتائج يعني انتظار نتائج باقي المجموعات، لان ايضا ثالث افضل ثالث. نعم بالفعل فؤاد، اعتقد بخصوص اشرف حكيمي هو عليه ان يكون حذر، لان في حال حصوله على بطاقه صفراء اكيد بان فؤاد ملاعبين مهددين يعني سيغيب عن دور الثمن، فبالتالي اعتقد بان تعليمات واحده لوزيتش من حكيمي ان يلعب باريحيه اكثر من دون الضغوط. فرصه نعم لايوب الكعبي، ولكن هناك على اي تسلل ربما نشوفوا الاعاده، ولكن يبدو لي انه ما كانش تسلل، ولكن يعني انتظروا قرار حكم. تفضل. والرجاء من حكيمي هو صاحب التمريره لايوب الكعبي. على العموم فؤاد، اعتقد بان المنتخب المغربي دعنا نقول بكل صراحه تكتيكيا متميز الى حدود الساعه، لان في كل المباريات يصعب على المنتخبات والخصوم الوصول الى مرمى المنتخب المغربي، وهذا بكل صراحة يجب أن ينتبه إليها الجماهير المغربية، لأن في بعض الأحيان نبحث عن الأداء نبحث عن الأهداف، لكن أيضا يجب أن ننتبه بأن وحيد لوزيش نجح في إغلاق كافة المنافذ أمام العديد من المنتخبات. خطأ من المدافع، أظن المدافع شكله اللي خلى الكرة تمر للحارس والحارس لم يتمكن منها، والمنتخب الغابوني يتمكن من تسجيل أول أهدافه في هذه المباراة والأهداف التي تسجل على المنتخب المغربي. خطأ للحارس أو اللاعب شكله اللي بشكل يعني شو نقول لك صبياني بدائي يعني خلى الكرة تمر وبثقة بنفس مضاعف فيها اللاعب شكله كان نشوفه واش خلها تمر او انه كان هناك انزلاق. على اي المنتخب الغابوني يسجل اول اهدافه في هذه المباراه ضد المنتخب المغربي بدا في الدقيقه اظن 21. اذا بشعير مباركي كنشوفوا هذا الهدف، هذا الخطا الدفاعي للمنتخب المغربي كان ربما انزلاق للاعب شكله لوبي دابوي، يعني ما قدرش انه يتحكم فيه، وبالتالي الكره تمر للمهاجم وافتتاح التسجيل لفائده منتخب الغابون. سي بشعيب مباركي، وهذا هو اللي تحدثنا عليه بحال هذه المباريات هذو، ما نسمحش لك انك ترتكب بحال هذه الاخطاء هذو، سوء تفاهم يمكن كان كما قلتي كان انزلاق شيئا ما، ولعطات الفرصة للاعب الغابوني أنه بسرعة باش يسجل الهدف. كما شي ما كانش مغامرة كبيرة، كان احتياط كبير بالنسبة للتحفظ كبير بالنسبة للمنتخب المغربي، شفنا غير كور طويلة في اتجاه الكعبي والصيري، وهذا سلاح ذو حدين، يعني تقدر تسجل أهداف ما تقدر تسجل أهداف، ولكن اول فرصه بالنسبه للمنتخب الغابوني ما نقولوش فرصه، يمكن يعني هديه من لاعب شكله للمنتخب الغابوني، هذا اللي تكلمنا عليه في الاول. بحال هذه المباريات ما نسمحش لك انك يكونوا بحال هذا الاخطاء هادو، كان المفروض هو كانت الكره من هذا الحارس كما شفتي، فيمكن ما انتظرش الكره الشاكله، ولكن ما كانش خطا، ولكن كان زناق بالنسبه ليه، عطات فرصه للمنتخب الغابوني انه باش يسجل هدف، هذا هو اللي كنا خايفين منه. قلنا لك قلنا كما قلنا المنتخب الغابوني رغم غياب بعض اللاعبين ولكن قادر انه يفاجئ المنتخب المغربي،
كنتمنى ان شاء الله اللاعبين ما يتاثروش بهذا الهدف هذا. مازال المباراه طويله كما قلت لك. المشكل اللي كاين دابا هو اننا كنعتمدوا على الكور طويله في غياب الاروقه. كنا كنلعبوا بالاروقه كبوفال. بوفال كان كيعطينا بزاف ديال الحلول، ولكن الان حنا كنلعبوا كور طويله بالنسبه للكعبي والنصيري. نعم كما قلت لك هاد المحاولات تقدر انك تخلق بها مشكل الخصم، وتقدر انك ما تعطيكش حدود انك باش تسجل الاهداف. كنتمنى المنتخب المغربي انه كما قلت لك انه ما يتاثرش بالهدف هذا ويدارك الموقف ان شاء الله، لانه فهاد الظرفيه دابا الان المنتخب الغابوني هو الاول. مازال المباراه طويله وان شاء الله مازال المنتخب المغربي قادر لانه نعم. يرجع في المباراه ان شاء الله. طيب وديع، ربما هذه حاله جيده على اي لحد الان ان نشوفوا رده فعل المنتخب المغربي، لانه اول مره كيكون يعني متاخر في النتيجه منذ مده طويله، منذ العديد من اللقاءات. ربما الان باش نشوفوا الوجه الحقيقي للمنتخب المغربي انه يعني متاخر في النتيجه بهدف لصفر، ونشوفوا ردات فعل اللاعبين، ونشوفوا حتى ربما ما النهج اللي غادي يعتمدوا الان وحيده للوجيش، لان يبدو بان الاعتماد كما ذكر صديقنا مشعب المباركي على الكرات يعني البعيده لحد الان ما عطاش الثمار ديالو، ما كانش ولو فرصه يعني التهديد للمرمى. هذا الاسلوب يعني المتحفظ لوحيده للوجيش مع انطلاق المباراه، المنتخب المغربي لحد الآن يدفع ثمنه غالي وغالي جدا. بالفعل فؤاد، سننتظر ردة فعل المنتخب المغربي. لأول مرة في هذا الكان المنتخب المغربي يسجل عليه. كان وديع منذ مدة المنتخب يعني منذ لقاء الغابون المنتخب المغربي لم يكن متأخرا في النتيجة، في النتيجة يعني دائما كان يفوز بحساس. الآن في مثل هذه المنافسات أمام هناك ضغط الصدارة، هناك ضغط مجموعة من المعطيات، فسنرى ردة فعل اللاعبين. ولو أن بكل صراحة فؤاد في لقطة شكلة أنا بالنسبة لي خطأ، يعني ليس خطأ كارثي بالنسبة لي، حاول أن يقوم بترك الكرة، لكن حين حاول بطبيعة الحال تثبيت الرجل انزلقت، وهذا يقع حتى للعديد من المدافعين، وعلى اللاعب أن لا يخرج من المباراة، لأن كيفما كان الحال تبعنا المنتخب المغربي كان مسيطر على وسط الميدان، لكن الأهم الآن هو ما هي الحلول، كيف سيرد المنتخب المغربي على هذا الهدف الغابوني، كيف تتعامل المجموعة المغربية مع هذا التأخر في النتيجة. سنرى هل وحيدة لوزيتش في الشوط الثاني ربما إن استمرت النتيجة على حالها سيواصل في نفس النسق، سيعتفد على نفس الأسماء، أم سيزوج مثلا من بين الحلول المطروحة مثلا بوفال، وأيضا ربما الاعتماد على تيسوداري مرة أخرى. على العموم سنرى كما ذكرت فؤاد، الأهم في هذه المباراة هو البحث عن التعادل، لأن حتى التعادل يؤهل المنتخب المغربي متصدرا، وكما ذكرنا سنرى المنتخب المغربي كيف استعامل مع هذا التأخر. طيب بالنسبة لك مشعب المباركي، الحلول الآن بالنسبة للمنتخب المغربي، هناك قطع غيار عديدة في دكة الاحتياط كما مقدمتها اللاعب يتألق منذ بداية هذا الدوري اللي هو اللاعب بوفال، هناك تيسوداري، هناك ايضا مجموعه من اللاعبين اللي كان الناخب المغربي اعتمد عليهم في الجوله الثانيه من اجل العوده في المباراه. هو بطبيعه الحال احنا ما كنتمنوش نتيجه تستمر بهذه النتيجه هذه، ولكن كنظن اي مدرب كيلعب بواحد الخطه، ولكن الا ما تمشاتش الخطه فضروري ما كيكون هناك تغييرات. الى استمرت هذه النتيجه هذه فبطبيعه الحال غيكون هناك تغييرات، غادي يرجعوا عاوتاني، يرجع يمكن يدخل بوفال باش يكون يخدم في الجهه اليسرى. حنا كنعرفوا بوفال بالاختراقات ديالو دائما ما كيصنع فرص الاصدقاء ديالو، كيشكل خطور على دفاعات الخصم. يمكن الشوط الثاني احنا مازال هناك وقت في الشوط الاول، ولكن كما قلنا الى استمرت هذه النتيجه يمكن هو يرجع للخطه ديالو ديال 4-3-3 ويعتمد على الاطراف. لحد الان ما شفنا الصعود ديال ماسينا ولا ديال الحكيمي، خصوصا الحكيمي اللي معروف على انه كيصعد كثير، ولكن هذه الخطه هذه ما كتسمحش لانه باش يغامر كثير، لان في خطه 4-3-3 دائما كيكون في الرواق يكون جنبه لاعب اللي كيقدر انه يدير معاه لي كومبينيزون، وكيقدر اللي كيقدر يدير معاه يخلقوا مشاكل كبيره في الخصم في الرواق، ولكن لحد الان ما شفناش الصعود ديالهم. يمكن الخطه الان ما كتسمحش لهم كما قلنا،
مازال مش الناس ردت الفعل ديال المنتخب المغربي خصوصا بعد الهدف ديال المنتخب الغابوني. نتمنى ان شاء الله انهم يتداركوا الموقف وانهم مازال يقوموا بمحاولات في الهجوم باش يستطيعوا انهم يسجلوا هدف تعادل. طيب بعد مرور تقريبا 8 دقائق على الشوط او لا الهدف اللي سجلوا فريق منتخب الغابون منتخب المغربي كما ذكرتي لم يخلق لحد الان اي فرصه حقيقيه للسجل. شكرا لك صديقي مشعيب المباركي لاعب الدوري السابق لفريق الرجاء وللمنتخب المغربي، شكرا على تلبيه الدعوه. شكرا الأخ فؤاد، وشكر موصول لصديقي وديع. مرحبا. شكرا أيضا لصديقنا عبد الرحيم البقالي مخرجتي الحصة. دقيقة 29 من لقاء المغرب الغابون، أسود الأطلس منهزمون هناك في الكاميرون هدف لصفر في هذا اللقاء الثالث عن دور المجموعة. دمتم بخير كما نقول في نهاية ميادين للحديث.